فتعالوا نعرف مع بعض ونفهم مع بعض إحنا لما نوصل للستين أو أهالينا اللي عايشين معانا اللي كسروا الستين سنة. يعني إحنا بنبتدي النهاردة نتكلم ابتداء من ستين، وأنا رأيي إن أنا بشوف ناس ساعات بغير، أنا بغير في سني ده، بشوف في الأقصر وأسوان ولا في شرم الشيخ ولا في الغردقة ولا في كل الأماكن السياحية بلاقي أجانب، يعني الست كسر السبعين مرتاح وجوزها نفس الحكايه يمكن اكتر، وماشيين وماسكين ايدين بعض وبيتفسحوا وبيزوروا اماكن سياحيه وتلاقيهم في ايديهم الميه بيشربوا وعارفين يهتموا بصحتهم ازاي. فاحنا ليه ما نبقاش كده؟ ليه نبص للاجانب نقول لك الله بص الاجانب بيعملوا ايه؟ طب ما احنا نقدر نعمل كده، هم يزيدوا علينا في ايه؟ النهارده هينورني في الاستوديو الدكتور علي سالم استاذ علم النفس، هنتكلم ازاي يعني الحياه تبتدي من سن الستين وزي نراعي الناس اللي حوالينا اللي في السن ده سواء أهالينا أو قرايبنا. بس قبل ما استقبل ضيفي في الاستوديو، هتكون معانا من خلال التليفون الكاتبة الأستاذة وفاء ماهر، وهي صاحبة كتاب في بيتنا مسن. أستاذة وفاء ماهر ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ ده حضرتك طبعا يعني الأستاذ أحمد ماهر وابن حضرتك نجم يعني رمضان السنة دي ميدو ماهر، يعني مبروك على هذا النجاح. يعني ربنا يخليك يا حبيبتي. يعني النجاح دايما حتى أولادنا بيبقوا ناجحين لما بيلاقوا أم وأب في البيت ناجحين، وخصوصا الأم، لأن الأم هي اللي بتربي على فكرة. اه طبعا اكيد. الحمد لله الحمد لله. الكتاب بتاع حضرتك مهم جدا، في بيتنا مسن او في بيتنا مسن. انا عايز اعرف الفكره، ايه اللي خلاكي تكتبي الكتاب ده وبناء على ايه؟ يعني اكيد في مشكله شفتيها، حاجه حسيتيها، يعني قولي لي كده ايه اجواء الكتاب ده. اولا انا يعني عانيت مع مامتي حكايه المسنه وحكايه الشيخوخه دي. معاها، لان امي ما كانتش بتاخد بالها من نفسها خالص، وعارفه فشاخت زي ما بيقولوا شاخت، لان في فرق بين مسن وشيخوخه. شيخوخه دي يعني ظهرت عليه امراض الشيخوخه، عجز مش عارف يمشي. لكن المسن برضو بعترض على انه 60 سنه، 60 سنه ده في عز شبابه. دلوقتي لسه بقول احنا بنبتدي حياتنا ممكن بعد اول لا سنة. لا 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 ما عادش ال 60 دي خالص، لا ست ولا راجل على فكره، لا مواطنيه بنطلع. صح. انما انا لما شفت نماذج حواليا كتير صحباتي بقى وبتعاني معاها قد ايه، ودخلوا بقى في حته الزهايمر والمش عارفه ايه، وتقول لك اصلها ست مسنه. ماشي يا جماعه، دي شيخوخه مش مسنه. ايوه. المسنه اللي انتوا بتطلقوا عليها من ست 60 سن 60 مسنه، لا سوري اسفه جدا مش مسنه. لما عانيت مع امي في حاجات كده لفت نظري قوي ان احنا علينا عامل كبير قوي ناحيه الستات او ناحيه امهاتنا وابهاتنا. نعم. ان احنا في السن ده لازم نعمل ايه. فقررت اكتب الكتاب، وكاتبه فيه نماذج كتير لشيخوخه، وكاتبه فيه ازاي نراعيهم وازاي نخليهم ما يحسوش بالاحاسيس الوحشه دي.